السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد ذكر الله جل وعلا في أول سورة المؤمنون صفات أهل الفردوس، فما هي صفاتهم وكيف وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي سعدوا وفازوا وحصلوا على ما يريدون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طالب: الخشوع خشوع القلب. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا أبصارهم وخفضوا الجناح. وهذا الخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لهذه الصلاة واشتغل بها عن غيرها. فقد روى النسائي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور قلب كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي جارية ميتة أو عبدا ميتا إلى أمير أو ملك أو غيره؟ فهكذا الصلاة بغير خشوع ولا حضور قلب كمن يهدي جارية أو عبدا ميتا إلى أحد الملوك، ولذلك لا يقبلها الله تعالى من صاحبها وإن أسقطت الفرض في الدنيا ولا يثيبه عليها. فقد روى أبو داود في سننه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، إلى أن قال: نصفها. قال بعض السلف: إن الرجلين ليكونان في الصلاة وإنما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. قال ابن كثير: عن اللغو أي عن الباطل، ويشمل الشرك وكذلك المعاصي وكل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا دليل على عدم مشاركتهم في هذا اللغو واجتنابهم له. قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة هنا على قول الأكثر أنها زكاة الأموال، وقيل زكاة النفوس، لأن الله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذا قول، وقيل يشمل الأمرين: زكاة الأموال وزكاة النفوس. فالمؤمن يتعاطى أو يفعل هذا ويفعل هذا. قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك
هم العادون، أي المراد أنهم لا يقربون هذه الفواحش، وإنما يقتصر نكاحهم على زوجاتهم وعلى السراري، فإن الله تعالى قد أباح لهم ذلك، وهذا لا لوم لهم، وهذا لا لوم عليهم فيه. فمن تجاوز هذه الحدود فأولئك هم المعتدون الذين فأولئك هم العادون، أي الذين تجاوزوا الحدود، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا دليل على تحريم نكاح المتعة، لأنه ليس نكاح باق مستمر، وكذلك دليل على تحريم نكاح المحلل. قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا وفوا، لا كصفات المنافقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي حريصون ودقيقون في ذلك. وهذا يشمل الأمانة، أمانة الدين وأمانات الناس، فإن الله جل وعلا قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل ما كلفه الله، فكل ما أمر الله جل وعلا به العباد فهو أمانة عندهم. الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وغض البصر أمانة، وكل ما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه فهو أمانة في عنق المؤمن. وكذلك أمانات الناس، أمانات الأموال وأمانات الأسرار ونحو ذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ثم قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. مدحهم الله جل وعلا أنهم محافظون على صلواتهم، وهذا يشمل أمرين: يشمل الخشوع ويشمل المحافظة على الصلاة. فمن حافظ عليها ولم يخشع، أو خشع ولم يحافظ، فهو مذموم ناقص. قوله تعالى: أولئك هم الوارثون، أي من فعل أو تقيد بهذه الصفات واتصف بها فأولئك هم الوارثون. روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. وذلك قول الله جل وعلا: أولئك هم الوارثون. المؤمنون والكفار كلهم خلقوا لعبادة الله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن المؤمنون قاموا بما أوجب الله جل وعلا عليهم من العبادة، والكفار لم يعبدوا ربهم جل وعلا، ولذلك هؤلاء يرثون منازل هؤلاء. المؤمنون يرثون منازل الكفار في الجنة، بل أبلغ من ذلك ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله تعالى لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وروى كذلك مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى للمؤمن بيهودي أو نصراني، فيقال للمؤمن: هذا فكاكك من النار. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة
وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال ابن حبان قوله فإنه وسط الجنة، المراد أن الفردوس في وسط الجنة في العرض، وقوله أعلى الجنة المقصود في الارتفاع. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي خالدون لا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون أن ينتقلوا منها، ففيها أكمل النعيم. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.